قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Nada Muhammad Farhad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.